اتفضل يا حاج عرف نفسك. دكتور محمود حافظ ابراهيم الحديدي، طبيب بشري خريج سنة 1964 القصر العيني، ومعاش دلوقتي. ربنا يديك الصحة. الله يكرمك يا سيدي. شغلك ايه النهارده في الاعتصام؟ حضرتك جاي معتصم ولا جاي زائر؟ لا معتصم. معتصم. طب وحاسس ايه النهارده كده؟ المشكلة لن تحل إلا من هذا الميدان. الثورة قامت في هذا الميدان واستمرت في هذا الميدان وستحقق كل مكاسبها ومطالبها في هذا الميدان ان شاء الله. ان شاء الله يا حاج، ربنا يديك الصحه. الله يكرمك. هذا هو ايه بعد اللي قاله الدكتور؟ انا بس شعوري شعورك كده وحاسس بايه؟ حاسس ان بلدي هتبقى احسن بلد في الدنيا، وزي ما قال الدكتور محمود ان من هنا فعلا هتنضف البلد بتاعتنا، كل الفساد ده هيتشال من هنا، واتمنى ان ولادي يلاقوا احسن من اللي عشت اللي انا عشتها. بس انت طبعا يعني تعتبر يعني 25 يناير بدأ من جديد تاني. اقول 26 يناير النهارده بس كمل ان هو وقف يوم 11 فبراير. لا انسى، النهارده 26 يناير او امبارح كان 26 يناير، وهيفضل 26 يناير لغايه ما يمشوا كل اللي حوالينا دول، لغايه ما يحترمونا، لغايه ما يتعاملوا معاك انك انت بني ادم مش انك انت مواطن. حل الايه؟ تجاهل المجلس الوزراء. حط لك عصام شرف في الصوره. عشان تطف على شرف، ما تطفش عليهم، احنا بنطف عليهم. بس. انا دكتور طارق. قول لي كده واحساسك اليوم الثالث ولا الرابع كده على الصوره. هما بس سايبيننا لحد ما نتعب هنا، واحنا مش هنتعب، هنفضل قاعدين، والشمس والحر مش مشكله خالص، المهم بس يعني نكسب بلدنا تاني منهم. يعني هما زي مش عايزيننا ناخدها منهم، بس هناخدها، لازم يفهموا ان الشعب ده قايم ومش راجع بيته تاني. هما فاكرين ان الثوره وقفت، احنا ما وقفناش، اديناهم فرصه يحلوا هما المشكله اللي هما عملوها بس، وكانوا هيتشالوا فوق كتاف لو كانوا حلوها، بس هما للاسف ما حلوهاش، وده احنا كنا متوقعينه برضه. بس يعني عشان ما حدش يجي يقول لنا بعد كده انتوا وقفتوا عجله ولا وقفتوا ونفختوا عجله الانتاج، مع احترامي الشديد عجله الانتاج بتاعت مصر واقفه من زمان قوي، واديناهم فرصه يشغلوها هما ما رضوش يشغلوها، واديناهم الايد اللي قلنا لهم هنساعدكم تشغلوها مش عايزين. ده جديده صح السكليتة دي ولا العجلة دي؟ انا شايف اول مرة اشوف عجلة او سكليتة جوه الاعتصام. لا بس هي مش بتاعتي. بتاع الصديق يعني. ها؟ حد في الخيمة دي. بس حاجة جميلة. بس كان في مشكله في الخيمه فاضطريت اصلحها واجي النهارده تاني. شفت العروق دخلت امبارح كده؟ امبارح كان في عروق دخلت. انقطع؟ حليت يعني المشكله بتاعت الخيمه؟ حليت المشكله بتاعت الخيمه. انت المهندس بتاع المنطقه ولا ايه؟ ممكن تقول كده. الجو الاجواء عامله ايه؟ والله ظريفة يعني، وانا بس العدد يعني اقل من امبارح، بس شايف في حماس يعني لو انت تصور الناحية التانية يعني. لا ده انا شايف العدد اقل من امبارح. عن كام ساعة؟ الاجواء كانت حر وحر جدا يعني. بس ربنا يسهل يعني، واهم حاجة بس ان الشعب المصري ده يصحى معانا. المشكلة بس في حزب الكنبة ما يقلبش بس علينا، ويفهموا ان ده في مصلحة مصر يعني. لا هو الصراحة المناظر والإصرار، أنا ما
ماتش تبشر خير ان شاء الله. ان شاء الله يا فرصه سعيده ليك. هتلاقي على شبكه التقييم الاخباريه على الفيس ان شاء الله وعلى اليوتيوب. طب تمام، فرصه سعيده.